نتكلم على الكلماتيك اوف جيم. لما نيجي نتكلم على الكلماتيك زي ما قلنا احنا بنوصف الجويت بيبقى فيها ايه؟ هنتكلم من ثلاثة بلاد. اول حاجه المثال دي تبريرات ايه اللي بيحصل في كل الجوينت اثناء ما انا في اللور ليمب ميل، مركز على اللور ليمب ميل، لكن هو بيحصل طبعا موشن في الابر ليمب ويحصل موشن في السباين. ايه اللي بيحصل في السيتال بلان في البلفيس في الهيب جوينت ني جوينت والانكل والميتاتارسال جوينت. ايه اللي بيحصل في نفس الجوينت دي في الفرنتال بلان وايه اللي بيحصل في ترانسفيرس بلان. يبقى انا بتكلم على الكينماتيك او الديسكريبشن لكل الجوينت دي في الثلاثه بلان. اول حاجه من السيتال بلان هنلاقي اثناء الجيت في السيتال بلان البلفس عندنا الحركه بتاعته قليله جدا. لو احنا هتبص لي من الجنب وتشوف انا بعمل مثلا انيشال كونتاكت ايه اللي بيحصل على مستوى البلفس؟ بيبقى عندي هنا على مستوى البلفس بوستيرو بلفيك تنتنج، في عندي بوستيرو بلفيك تنتنج مع الفليكشن في الهيب جوينت، في عندي هنا بوستيرو بلفيك تنتنج. يستمر البوستيرو بيرفكت تلتنج لحد ما اوصل لايه؟ للميزستانس، يبدا يتحول لانتيريو بيرفكت تلتنج. تمام؟ بعد الميزستانس عندنا ايه؟ تيرمينال ستانس، رجلك ورا برضو انت لسه ما زلت انتيريو بيرفكت تلتنج. وبعد كده اول ما تبدا البري سوينج وهتبدا تخش في السوينج فيز هيتحول تاني لايه؟ لبوستيرو بيرفكت تلتنج. يبقى بالنسبه للبيلفس حركته قليله، بيبقى في انتيريو بيرفكت تلتنج او بوستيرو بيرفكت تلتنج. بنبدا الاول بوستيرو بيلفيك تلتنج، بعدين انتيرو بيلفيك تلتنج، بعدين بوستيرو بيلفيك تلتنج لما تدخل في السوينج فيس. تمام؟ طيب ده بالنسبه للبلفيس. بالنسبه للهيب جوينت اول ما بدانا في السيتال بلان انيشال كونتاكت هتلاقي ان الهيب عامل 30 ديجري فليكشن. تمام؟ في عندنا 30 ديجري فليكشن. يبدا يقل الفليكشن وتروح ناحيه الاكستنشن طول ما انت ايه مكمل في الجيت سايكل. عملنا انيشال كونتاكت اهو، بعدين لودنج ريسبونس، بعدين الميد ستانس، حولت من الفليكشن اللي هو 30 ديجري ورايح ناحيه الايه؟ رايح ناحيه الاكستنشن. كمل برده بعد كده في التيرمينال ستانس. تمام؟ دي اول هي او اسمها الهيل اوف. التيرمينال ستانس هي نفسها الهيل اوف. تمام؟ برده انت ايه اكتر حاجه في الاكستنشن كده في الهيب حوالي 10 ديجري، واكتر اكستنشن في الهيب بيبقى في التيرمينال ستانس. فانت الاول بدات فليكشن ورحت ناحيه الاكستنشن، اكتر اكستنشن حصل فين؟ حصل عندنا في التيرمينال ستانس. بعد كده عندنا اللي هي التو اوف، تبدا تاني تروح في الفليكشن في الهيب، تطلع تاني في الفليكشن في الهيب في الانيشال سوينج والميد سوينج والتيرمينال سوينج. يبقى الاول كان في عندي فليكشن وبعدين اكستنشن، اكتر اكستنشن يحصل في التيرمينال ستانس يبقى حوالي 10 ديجري اكستنشن، وبعدين تروح تاني في الفليكشن. بالنسبه للني جوينت اغلب الجيت سايكل بيبقى الني جوينت عامل اواخر الايه؟ فليكشن بوزيشن. لما نيجي في الاول انيشال كونتاكت الني جوينت ما بيبقاش فول اكستنشن، بيبقى فيه خمس درجات فليكشن، وده بيعمل لك شوك ابزوربشن. لان لو انت نازل انيشال كونتاكت او هيل سترايك وعندك الني اكستندد ده ممكن يعمل انجل للني. تيجي في الفلات فوت او لودنج ريسبونس الني بيبقى عامل فليكشن حوالي 15 ديجري، بيحصل اسنتري كونتراكشن للكوادريسبس وده بيعمل لي شوك ابزوربشن، بيمتص لك الصدمه. يبقى الاول انت بيبقى حوالي 5 درجات ني فليكشن، بعد كده بيزيد الفليكشن عن طريق الاسنتري كونتراكشن بتاع الكوادريسبس، بعد كده بتروح ناحيه الاكستنشن بس ما زلت انت فليكشن. تمام؟ بعد كده برضه اكستنشن ونبدا بعد كده في الاي اوف او التو اوف يحصل فليكشن و انيشال سوينج فليكشن ميد سوينج فليكشن تيرمينال سوينج فليكشن. يبقى النيم طول الرينج اوف موشن بيحصل فيها ايه؟ بيبقى فيها فليكشن، لكن تتراوح ما بين 15 ديجري عند اللودنج ريسبونس. تمام؟ وممكن تبقى اقل بعد كده زي مثلا في الميد ستانس، يعني الميد ستانس مش بيبقى كومبليت ني اكستنشن، بيبقى فيه سلايد فليكشن. تمام؟ طيب بالنسبه للانكل، الانكل انت ونازل كده في سلايد بلانتر فليكشن بيبقى حوالي 5 ديجري مش دورس فليكشن. لا يعني هو بالرغم من الشكل كده دورس فليكشن، كان هو مش دورس فليكشن، بيبقى 5 ديجري بلانتر فليكشن. بعدين يحصل اسنتريك كونتراكشن في الدورس فليكشن، فتنزل رجلك تروح في بلانتر فليكشن اكتر. بعد كده بتروح بالتيبيا على الفوق، يعني ده معناه دورس فليكشن، يعني بتقرب الاورجن ناحيه الايه؟
الانسيرشن. اول حاجه بيبقى فيه سلايد بلانتر فليكشن، بعدين بيحصل اسنتريك كونتراكشن، بتعمل بلانتر فليكشن اكتر عن طريق ايه؟ مش عن طريق بلانتر فليكسور، لا عن طريق الاسنتريك كونتراكشن اللي بيحصل فيه الدورس فليكشن. بعدين رحت بالتيبيا فوق الفوت، لما تروح بالتيبيا فوق الفوت انت كده رايح ناحيه الدورس فليكشن، ولما تعمل هيل اوف انت كده دورس فليكشن. تمام؟ بعد كده بقى نبدا والتو اوف برضه نكمل دورس فليكشن. لما تبدا التو اوف وهتعمل انيشال سويب هتعمل بلانتر فليكشن. تمام؟ وتكمل بعد كده في الميد سويب تعمل دورس فليكشن. تمام؟ تاني يبقى احنا في الانكل عندنا الاول بادئين بالبلانتر فليكشن، سلايد بلانتر فليكشن، كملنا بلانتر فليكشن زياده عن طريق السنتريك كونتراكشن اللي حصل في البريتيبال جروب. بعد كده رحت بالتيبيا ناحيه الفوت فعملت كده دورس فليكشن، كملت كمان دورس فليكشن اهو، كمل دورس فليكشن في اخر ستانس فيز. نيجي بقى عندنا في الانيشال سوينج، لما رفعت رجلي كده انا عامل ايه؟ بلانتر فليكشن. تمام؟ وما زلت في بلانتر فليكشن. في الميد سوينج ببدا اعمل ايه؟ دورس فليكشن عشان اعمل كليرنس للفوت على الايه؟ مع الجراوند. تمام؟ وبعدين انزل اكمل تاني في الجيت سايكل، تمر ستانس زيها زي الايه؟ هيل سترايك. طيب البيك تو او الميتاتارسو فرانجيال جوينت اللي هو الفيرس ميتاتارسو، ده مهم جدا الجوينت ده بالنسبه لنا في الجيت. اثناء انت في الجيت سايكل اول ما انت نازل بيبقى في النيوترال بوزيشن، انت حاطط رجلك كده اول ما تبدا تعمل انيشال كونتاكت بيبقى في النيوترال بوزيشن. تمام؟ بيستمر في النيوترال بوزيشن لما تعمل لودنج ريسبونس، تعمل ميد ستانس، تيرمينال ستانس، هيبدا يعني يحصل فيه بعد كده اكستنشن، هايبر اكستنشن، بيوصل كام؟ من 55 لحوالي 70 درجه هايبر اكستنشن في البيك 2. يبقى بالرغم انك البيك 2 لو انت جيت عملت له كده اكستنشن طبيعي هتلاقي الرينج اوف موشن بتاعه 30 او 40، الا انه اثناء الجيت بتلاقي الرينج اوف موشن اكبر من الطبيعي، تلاقيه كبير جدا، بيعمل هايبر اكستنشن زياده. تمام؟ كنا زمان لما اتكلمنا في الريجنال بايوميكانكس قلنا في حاله بتحصل في البيك تو اسمها هالشز ليميتس او هالشز ريجيدس، ان حد مثلا يتخبط في البيك تو فيحصل ليميتيشن للرينج اوف موشن، ما تقدرش تعمل فيه اكستنشن، وده ياثر معاك في الجيت انت وماشي. ليه؟ لان احنا في مرحله التو اوف اخر مرحله في الستانس فيز بتلاقي ان البيك تو يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه هايبر اكستنشن بيعدي ال 55 درجه. يبقى تاني انا عامل انيشال كونتاكت بتبقى البيك تو بيبقى في النيوترال بوزيشن، الفيرست ميتاتارسو فالانجيال جوينت بيبقى في النيوترال بوزيشن. تمام؟ لودنج ريسبونس نفس الكلام. طيب كل بعد كده في الميد ستانس برضه نيوترال بوزيشن. الهيب اوف بدا يحصل فيه سلايد اكستنشن، في التو اوف بيوصل لهايبر اكستنشن، ممكن قلنا يوصل لكام ديجري؟ ممكن ل 55 واكتر. وبعدين لما نطلع في السوينج فيز يبدا يحصل ايه؟ فليكشن، يرجع للنورمال بوزيشن، يحصل فليكشن في البيج. تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على الكينيماتيك، الحاجات اللي بتحصل اثناء الجيت سايكل في السيجيتال بلاك. اتكلمنا على البلفس، كنا بنبدا بمستير بلفك تنتنج، وبعدين بنروح ناحيه الانتير بلفك تنتنج، وبعدين نرجع تاني مستير بلفك تنتنج. تمام؟ اتكلمنا على الرينج اوف موشن بتاع الهيب جوينت من السيتال بلاد، انتوا شايفين كده من الجنب، اول حاجه بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي فليكشن، وبروح ناحيه الاكستنشن، ويوصل الاكستنشن عند مرحله الايه؟ الهيب اوف، اكتر حاجه بيبقى حوالي 10 ديجري اكستنشن في الهيب جوينت، وبعدين لما ندخل في السوينج فيس بيبدا يحصل فليكشن تاني في الهيب جوينت. اتكلمنا على النيو جوينت، قلنا اغلب الجيت سايكل بيبقى فيه عندي فليكشن، ولكن يتراوح الفليكشن ما بين خمس درجات ممكن لحد 15 درجه. اول حاجه انا عامل انيشال كونتاكت بيبقى فيه حوالي خمس درجات فليكشن في النيل. تمام؟ بعدين اللودنج ريسبونس بيزيد الايه؟ الفليكشن في النيل يوصل 15 درجه عن طريق السنتريك كونتراكشن اللي بيحصل فين؟ اللي بيحصل في كوادريسبس مصر. بعدين بنروح تاني ناحيه الاكستنشن، الا ان ما زلت لسه فليكشن المدى ستارز. بعدين في الهيل اوف بيبقى عندي فليكشن. تمام؟ تو اوف بيبقى عندي فليكشن، واكمل سوينج فيس بيبقى فيه فليكشن. الانكل قلنا الاول بنبدا بسلايد بلانتر فليكشن، يعني بيبقى تحت النيوترال بشويه،
بيزيد البلانتر فليكشن عن طريق الاسنتريك كونتراكشن اللي بيحصل في البريتيبيال جروب، تمام؟ وبعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل ان التيبيا بتاعتي بيحصل لها شيفتنج فوق الفود، فبروح ناحيه الدورس فليكشن، تمام؟ واكمل النيل اوف في دورس فليكشن عند التو اوف حصل بلانتر فليكشن، تمام؟ ونكمل بلانتر فليكشن عند الميد ستانس بيبدا يحصل ايه؟ دورس فليكشن، تمام؟ طيب عندنا الفيرست ميتاتارسوفالانجيال بيك 2، قلنا الاول بيبقى في النيوترال بوزيشن ونكمل في النيوترال بوزيشن لحد ما يجي مرحله اللي هي ايه؟ البري سوينج، وبعدين التو اوف بيبدا يدخل في بلانتر بيحصل فيه هايبر اكستنشن، لدرجه ان احنا قلنا في مرحله التو اوف الهايبر اكستنشن ده ممكن يوصل ل 55 ديجري، وبعدين يبدا يحصل فليكشن تاني في البيك 2، تمام؟ يبقى ده الكينيماتيك اللي بيحصل في الجيت من السيليتال بلان. بعدين هنتكلم ايه اللي بيحصل من الفرنتال بلان. الفرنتال بلان يعني انت بتبص عليا انا وماشي من قدام او من ورا، تمام؟ طيب قبل ما نشوف او قبل ما ندخل في الفرنتال بلان تعالوا نبص على السيليتال بلان. الكلام اللي احنا قلناه ده شكل الايه؟ البتن بتاع الهيب جوينت. بالنسبة دي الاول حصل عندنا بوستير بلفيك تلتنج، بعدين حصل اللي هو اهو بوستير بلفيك تلتنج، بعدين انتيرور، بعدين بوستير بلفيك تلتنج. هنا الهيد فليكشن اكستنشن، الاول كان بادئ فليكشن، بعدين رحنا الاكستنشن، بعدين رجعنا للفليكشن تاني، تمام؟ النيو جوينت اغلب الوقت بيبقى في عندي فليكشن في النيو جوينت، يتراوح ما بين الاول زي ما عندي في اللودنج ريسبونس زاد فليكشن، بعدين رحت ناحيه الاكستنشن ولكن ما زدت فليكشن في الميد ستانس، بعدين الفليكشن طبعا بيزيد اكتر في السوينج فيز عشان تعمل كليرنس للفوت خالص وتبدا تاخد خطوه جديده، بيزيد خالص في السوينج فيز. هنا عندنا طبعا الانكل قلنا الاول بادئ ببلانتر فليكشن، تمام؟ وبعدين رحت ناحيه دورس فليكشن لان بدات تبيا تعمل شيفتنج لقدام او تطلع لقدام، رحت لها في الميد ستانس، تمام؟ وبعدين رجعت تاني للبلانتر فليكشن، تمام؟ طيب بالنسبه للفيرست ميتاتارسوفالانجيال جوينت زي ما احنا قلنا اللي هو بيحصل ايه بقى؟ الفيرست ميتاتارسوفالانجيال جوينت قلنا الاول بيبقى عندي نيوترال بوزيشن بيوصل لهايبر اكستنشن بنلاقيه دايما في بري سوينج فيز، تمام؟ طيب يبقى ده بالنسبه للسيتال بلان. بالنسبه للفرنتال بلان زي ما قلنا انا ببص على اللي بيمشي ده من قدام او من ورا، تمام؟ بنشوف ايه؟ لو هنبص على البلفس هنشوف ايه؟ هنشوف في ريزنج ناحيه ممكن تبقى عاليه او واطيه. طب بص على البلفك اوبليكيتي او لاترال بلفك تلتي، تمام؟ طيب العلو او النزول بتاع البلفس ده بيبقى ممكن لحد 15 ديجري، تمام؟ بيأثر طبعا على السي او جي، انتوا لو فاكرين خدنا الفيرتيكال ديسبليسمنت بيبقى حوالي كام سنتي؟ شفت احنا ما بنذاكرش 5 سنتي، واللاترال ديسبليسمنت بيبقى حوالي كام؟ 4 سنتي. مش 2.5 قدام فوق و2.5 تحت؟ ها؟ مش 2.5 فوق و2.5 تحت احنا ماشيين؟ الفيرتيكال ديسبليسمنت ايوه بالظبط، وعندنا هو مش 2.5 هو بيوصل لحد 5 فوق، ممكن يرجع للنورمال بتاعه لكن الهوريزونتال هو 2 و2، تمام؟ طيب فالفيرتيكال ديسبليسمنت ده او بيحصل اللاترال شيفتنج ده ممكن هو اللي بيساعد لي يعمل لي كنترول على من ضمن الديترمنت اوف جيت لو انتوا فاكرين اللي بتعمل لي كنترول على الفيرتيكال اكسيرشن بتاع السي او جي، تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل لو جينا على مستوى البلفس؟ اول ما بعمل انيشال كونتاكت كده، تمام؟ الرجل دي المفروض ان البلفس بيبقى عالي من الناحيه دي لان انا بعمل انيشال كونتاكت، المرحله هنا بتبقى في تيرمينال ستانس، تمام؟ اللي هي مرحله الدبل لمب سبورت لو انتوا فاكرين اللي عند 5%، دي 5% هنا 5% اهو انيشال كونتاكت، انيشال كونتاكت من 2 لحد 8%. طيب المرحله دي بيبقى معاها هنا الرجل الثانيه على الارض، فدي بنسميها الدبل لمب سبورت. قلنا الدبل لمب سبورت بيحصل عند مرحلتين، كام في الميه وكام في الميه؟ 5 و55. هنا هي 5% وهنا 55 بعد الهيل اوف وداخلين على التو اوف، ما هي الستانس فيس كام في الميه؟ 60%. واضح ان احنا بنذاكر 60%. الستانس فيس قلنا 60%،
دايما الدبل ليمب سبورت رجليك يبقوا الاثنين على الارض في مرحله 5% و55%، وهتتكرر تاني معاك هنا لما الرجل دي تبقى ورا والرجل دي تبقى قدام، تمام؟ طيب في المرحله دي تمام قلنا بيحصل ايه؟ هنا البلفس مرفوع لفوق، لما تبص من الفرنتال بلان الناحيه اللي انت واقف عليها دي مرفوع، البلفس مرفوع وهنا نازل. طب لما يكون البلفس مرفوع من هنا ونازل من هنا يبقى انت رجلك كده واخده ادكشن ولا ادكشن؟ ادكشن، انت مايلها كده مايل ناحيتها كده وعامله دي عامله ادكشن. يبقى اول حاجه لما نيجي نتكلم عن البلفس خلينا الاول نتكلم عن البلفس قبل ما نتكلم عن الهيب، يبقى انت الاول البلفس بيبقى مرفوع من فوق في الانيشال كونترول، تمام؟ طيب بعد كده في اللودنج ريسبونس برضو الناحيه دي بتبقى مرفوعه لفوق. نيجي بقى في الميد ستانس، وخلي بالنا وانت عامل كده بيحصل ايه؟ اسنتريك كونتراكشن هنا في جلوتيوس ميدياس بيحصل فيها اسنتريك كونتراكشن، تمام؟ طيب بعدين انت رحت في الميد ستانس، طبعا انت هنا في الميد ستانس هنا في الميد سوينج بيحصل ايه؟ بيحصل كونسنتريك كونتراكشن، وانت بتميل الناحيه دي هتلاقي ان الناحيه دي هي اللي ارتفعت لفوق والناحيه دي بقت ايه؟ تحت. تاني يبقى اول حاجه في الانيشال كونتاكت انا الناحيه اللي انا واقف عليها الرايت اللي انا بمشي بيها دي قدام في الانيشال كونتاكت مرفوعه فوق، البلفس مرفوع لفوق بيبقى ريزنج الاليا كريست مرفوع لفوق هنا الناحيه دي، تمام؟ نفس الكلام في اللودنج ريسبونس حمل عليها. بعدين لما اجي اخش على الميد ستانس بيحصل ايه بقى؟ بيبقى العكس، الناحيه دي بتترفع لفوق والناحيه دي كونسنتريك كونتراكشن، تمام؟ طيب لما اكمل برضو دي هتبقى تحت زي ما هي، خلاص رجعت زي التاني بقيت تحت، تمام؟ طيب لما اكمل تاني لما اكمل في السوينج فيز هتبقى فوق ولا تحت؟ ما تبدل، ها؟ هتبقى دي فوق ودي تحت. تاني نقول من الاول، ها؟ في الانيشال كونتاكت اللودنج ريسبونس دي فوق، الناحيه اللي انا واقف عليها او اللي طالع بيها اللي هي الرايت دي فوق، تمام؟ في الميد ستانس حصل ايه هنا؟ هي ستيل فوق. لا العكس، عشان هنا بيحصل كونسنتريك كونتراكشن. في اللودنج ريسبونس. انت بتحملي عليها حتى بالترانك، والله انا في الجرافيتي بتاعك بيروح شيفتنج كده، فدي بتبقى تحت ودي بتبقى فوق. ده في الميد ستانس. في الميد ستانس. لكن في اللودنج ريسبونس هو لسه برضه لا في الانيشال كونتاكت. واللودنج ريسبونس ما زالت لسه هي اللي فوق. تمام. طيب في الميد ستانس قلنا بيبقى ايه؟ الناحيه دي تحت والناحيه دي ايه؟ فوق. طيب في التيرمينال ستانس بتبقى برضه زي اللي هي بتبقى لا بتبقى في الميد ستانس لا بتبقى تحت. بتكمل تحت، يعني في عندنا في الميد ستانس والتيرمينال بتكمل تحت زي ما هي. تمام. وبعد كده لما ندخل في السوينج فيز بيحصل ايه؟ بتطلع فوق. يبقى هي بتطلع فوق فين؟ بتطلع فوق في الانيشال كونتاكت لودنج ريسبونس، بتطلع فوق في السوينج فيز، تمام؟ ده بالنسبه للبلفس اوبليكت. طيب بعد كده لما نتكلم عن الهيب زي ما قلنا الاول طالما هي الناحيه دي فوق، تمام، يبقى البلفس قريب من الناحيه دي، يبقى انت كده في ادكشن، تمام؟ طيب في الميد سوينج يبقى انت في ايه؟ في الميد ستانس بيبقى ايه؟ ادكشن ولا ادكشن؟ ادكشن. ادكشن صح؟ مش هي مش احنا قلنا ده حركه البلفس نفسها يا اما بتقرب لك من يعتبر احنا بنحرك مين؟ بنحرك الاليم على الفيمر، تمام؟ يعني هنا في الانيشال كونتاكت واللودنج ريسبونس مش قلنا الناحيه الرايت بتبقى فوق؟ طيب لما هي تبقى فوق يبقى الاليم هنا مقرب والبلفس مقرب من ناحيه الايه؟ الهيب، فاعمل لي ايه؟ ادكشن. لكن لما يبقى هي تحت يحصل ايه؟ بيبعد البلفس اهو، البلفس بعيد خالص عن الساي، فبيبقى انت كده عامل ايه؟ ادكشن، تمام؟ طيب وبعد كده احنا قلنا ايه؟ هتفضل تحت. طب لما تفضل تحت بيبقى ادكشن ولا ادكشن؟ ادكشن. ها؟ ادكشن، تمام؟ وبعد كده لما نيجي في السوينج فيز بيحصل ايه؟ ادكشن عشان بينزل تاني، عشان بيطلع تاني. لما بيطلع تاني ادكشن. ادكشن. ابدا لان دلوقتي مش ستانس ده سوينج، ها؟ مش السوينج والانيشال كونتاكت كلهم السي او جي بيطلع فوق؟ الانيشال كونتاكت واللودنج ريسبونس والسوينج فيز بيطلع فوق. بيطلع فوق يبقى هيبقى ادكشن. ادكشن بالظبط، مش احنا قلنا لما يطلع فوق يبقى ايه؟ ادكشن، لما ينزل تحت يبقى ادكشن. ادكشن بالظبط، تمام. يبقى ده بالنسبه للهيب.
بالنسبه للني جوينت بيحصل ادكشن، والادكشن بيبقى حوالي سلايد ديجري، يعني مش ذات قيمه قوي، ان هي لان الني جوينت هي جوينت ما بيحصلش فيها ادكشن وادكشن. مين بقى المهم معانا ويفرق معانا؟ الانكل جوينت. انكل جوينت بيحصل فيه انفيرجن او ايفيرجن. دايما خدها قاعده، احنا لما اتكلمنا زمان على السوبرينيتد فوت والبرونيتد فوت قلنا ايه هي البرونيتد فوت؟ فاكرين الكلام ده؟ في سنه ثانيه. البرونيتد فوت اللي هي الفلات فوت بيبقى فيه دورس فليكشن اي فيرجن ابدكشن. دورس فليكشن اي فيرجن وايه؟ ابدكشن. طيب والبرونيتد فوت بتبقى ايه؟ بلانتر فليكشن وادكشن وايه؟ وانفيرجن. دايما مع الدورس فليكشن المراحل اللي احنا عدينا فيها كان فيها دورس فليكشن هيبقى معاها اي فيرجن وهيبقى معاها ايه؟ وهيبقى معاها ابدكشن، يعني هيبقى فيه برونيتد فوت. المراحل اللي بيبقى فيها بلانتر فليكشن بيبقى معاها ادكشن وايه؟ انفيرجن. زي ايه المراحل اللي بيبقى فيها دورس فليكشن وبيبقى فيها ادكشن وانفيرجن؟ زي الميدستانس. يبقى المرحله دي بيبقى فيها ايه؟ انك انت عامل رايح ناحيه، قلنا محرك التيبيا ناحيه الايه؟ الفوت، فبيحصل عندك دورس فليكشن فتلاقي معاها اي فيرجن وتلاقي معاها ايه؟ ابدكشن. طيب زي ايه المراحل اللي بيبقى معاها انفيرجن وادكشن؟ زي مرحله التو اوف. التو اوف بيبقى انت هنا عامل بلانتر فليكشن بيبقى فيه ادكشن وفيه انفيرجن وانت محمل على البيك 2 عشان تطلع بالبيك 2، تمام؟ يبقى ناخدها قاعدة ثابتة، المراحل اللي بيبقى فيها دورس فليكشن بيبقى معاها ابدكشن وبيبقى معاها ايه؟ ايفيرجن، تمام؟ المراحل اللي بيبقى فيها بلانتر فليكشن بيبقى معاها ادكشن بيبقى معاها ايه؟ انفيرجن، اللي هو سوبينيتد وبرونيتد فوت، تمام؟ تعالوا نبص على الفرنتال بلان بالنسبة للبلفيس زي ما احنا شايفين اهو. ناحية الرايت بيبقى عندي، لو هنا انا مثلا عندي في الستانس فيز بيبقى الرايت هو اللي عالي والليفت هو اللي بيبقى ايه؟ تحت. تمام؟ هايو زيرو. ده فرنتال بلان بالنسبه للبلفيك، تمام؟ بلفيك على الفيمر بيحصل ايه؟ الهيب ادكشن، تمام؟ اند ادكشن ديورينج ذا ويت اكسبتنس في الفيرست 15 ل 20% في الجيت سايكل، ذا ليفت اليا كريست دروب سلايتلي، بيحصل فيه دروبنج للليفت. ليه؟ لان انا الرايت اللي بحمل عليه بيبقى ايه؟ فوق. تمام يا شباب؟ طيب وبالنسبه للادكشن والادكشن قلنا مع الدروب بتاع البلفس اللي هو ناحيه الليفت الرايت بيبقى فوق بيحصل معاه ايه؟ بيحصل معاه ادكشن، ولما بيرتفع بيحصل معاه ايه؟ ادكشن. طيب بالنسبة للني جوينت قلنا ال الني جوينت بيبقى مش ذات قيمة قوي اللي هو الادكشن والادكشن، لأن بيبقى فيه الرينج اوف موشن اللي هو بالنسبة للني جوينت ما بيبقاش قيمة كبيرة قوي، لأن ده هيب جوينت ما بيحصلش فيه فاريشن كتير، تمام؟ بالنسبة للأنكل جوينت السوباينيشن والبرونيشن قلنا بيبقى مرتبط مع ايه؟ مع البلانتر فليكشن والدورس فليكشن. لما يكون عندي بلانتر فليكشن بيبقى معاه انفيرجن وادكشن اللي هو السوبينيتد فوت، لما يكون عندي دورس فليكشن بيبقى معاه ادكشن وانفيرجن. طيب اخر حاجه اللي هو عندنا الكريماتيك من الترانسفيرس بلان. الكريماتيك من الايه؟ من الترانسفيرس بلان او الهوريزونتال بلان. لو انا شايف مفروض من فوق ايه اللي بيحصل في البلفيس؟ ايه اللي بيحصل اثناء الجيت في ترانسفيرس بلان؟ لو انت بصيت من فوق هتلاقي ان الرجل اللي انت بتتحرك عليها، انت رايح دلوقتي انيشال كونتاكت رايح لقدام بالرايت، نتخيل بقى الاليا كريست مين اللي فيهم انتير، الرايت ولا الليفت؟ الرايت، تمام؟ لما انت تبص من فوق كده هتلاقي وانت بتعمل انيشال كونتاكت ولودنج ريسبونس بتلاقي انك الرايت هو اللي قدام والليفت ورا، البلفس بتاعك ملفوف كده، تمام؟ طيب لما تيجي بقى في الميد ستانس يبدا البلفس هيبقى في النيوترال بوزيشن، لما تروح بقى في الايه؟ في التيرمينال ستانس والبري سوينج او التو اوف هتلاقي ان ايه؟ البلفس بدا يرجع لورا، تمام؟ لما تيجي بقى في الانيشال سوينج
والميد سوينج البلفس هيروح تاني هيروح فين؟ هيروح لقدام تاني. يبقى اول حاجه في الانيشال كونتاكت تمام عندك البلفس بيبقى روتيتد انتيريور تمام، لودنج ريسبونس برضه روتيتد انتيريور. في الميد ستانس بيبدا يروح ناحيه الايه؟ البوستيريور اسبيكت ويكمل في التيرمينال ستانس والبري سوينج. نبدا بعد كده هندخل في السوينج او الانيشال سوينج والميد سوينج هيبدا تاني يروح ايه؟ انتيريور تمام. ده بالنسبه للبلفيك روتيشن تمام. طيب بالنسبه للفيمر بتبقى انترنال ولا اكسترنال روتيشن لما باجي اعمل الانيشال كونتاكت؟ انترنال. لما بنيجي نعمل انيشال كونتاكت كنا بيحصل ادكشن ولا ادكشن؟ ادكشن. ادكشن صح؟ تمام. دايما ادكشن بيبقى معاه internal rotation والابدكشن بيبقى معاك external rotation. وده قاعده كده. يبقى انت الاول في الانيشال كونتاكت كان حاصل ادكشن صح؟ حاصل معاه internal rotation تمام؟ طيب لما جينا في الميد ستانس بدا يحصل ايه؟ ابدكشن. يبقى حصل معاه ايه؟ external rotation تمام؟ ونكمل external rotation لحد ما نيجي عند السوينج فيس كان حصل معاها ايه؟ ادكشن. يبقى يحصل معاه internal rotation. يبقى دايما ادكشن مع internal rotation. والابدكشن مع مين؟ مع الاكسترنال. مع الاكسترنال روتيشن تمام. طيب ده بالنسبه لي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للفيمر تمام. طيب عندنا برضو بعد كده بيحصل ايه تاني على مستوى الفوت؟ يبقى تاني نبص على الحاجات دول. يبقى في الهوريزونتال بلان بيحصل الايه؟ روتيشن ديورنج ووكينج ذا بلفس روتيت في الهوريزونتال بلان في الانيشال في الانيشال كونتاكت اول 15-20% من الجيت سايكل بيحصل ايه بقى؟ البلفيك روتيت ان انترنال روتيشن كاونتر كلوك وايز تمام؟ طيب وبعد كده بعد الايه بقى في خلال الستانس فيز طبعا زي ما قلنا لما هيحصل ابدكشن هيحصل معاه ايه؟ هيحصل معاه اكسترنال روتيشن. طيب بالنسبه للفيمر افتر دي كونتاكت الفيمر روتيت انترنال دايما معاه الابدكشن معاه ايه؟ internal rotation في اول 15-20 دقيقة. بعد كده الفيمر بتروح ايه؟ بتروح في الاكسترنال روتيشن لان بيبدا يحصل ابدكشن والابدكشن قلنا معاه ايه؟ معاه اكسترنال روتيشن تمام؟ الباتر اوف تيبيا از فيري سيميلر تو ذا موفمنت ديسكرايب فور ذا فيمر. يعني التيبيا دايما بتتبع الايه؟ الفيمر تمام؟ طيب ده الشكل اللي قدامنا. هتلاقي ان البلفس زيه زي الفيمر زيه زي الايه؟ زي التيبيا. بنفيت زي زي الفيمر زي ايه؟ زي التيبيا. مع الانيشال كونتاكت او اول الجيت سايكل بيحصل ايه؟ بيحصل ان البنفيت يروح لقدام، يحصل انترنال روتيشن في الفيمر، يحصل انترنال روتيشن في التيبيا. بعد كده كله ايه؟ يتحول، البنفيت يبدا يرجع لورا، يحصل اكسترنال روتيشن في الفيمر ويحصل اكسترنال روتيشن في الايه؟ في التيبيا. بعدين نرجع تاني في السوينج فيز هيحصل ادكشن، يحصل انترنال روتيشن في الفيمر ويحصل انترنال روتيشن في التيبيا. تمام يا شباب؟ يبقى كده ايه؟ لخصنا اللي بيحصل في الجيت سايكل اثناء الجيت سايكل في ثلاثة بلاد. يبقى ده افضل تلخيص ان احنا يعني ما نحفظش نربط بقى الهيب مع اللور ريم او مع باقي اللور ريم تمام. قلنا دايما هتلاقي ان الابدكشن يحصل معاه ايه؟ يحصل معاه اكسترنال روتيشن. ويحصل معاه ايه تاني؟ يحصل معاه ايفيرجن. دايما مع الابدكشن يحصل معاه ايفيرجن، والابدكشن يحصل معاه انترنال روتيشن ويحصل معاه ايفيرجن تمام. طيب الانكل اند فوت في الهوريزونتال بلان روتيشن اوف ذا تيلورال سلايتلي اند نوت كونسيدر ذا برايمري موفمنت اوف سب تيلر جوينت اللي هي الانفيرجن والانفيرجن. يعني ما بيحصلش معايا حته الروتيشن او في الانكل لان احنا عارفين الانكل ريجون بيحصل فيها ثلاثه موشن. في موشن بتاعه السيجيتال بلان اللي هي مين؟ دورسال فليكشن ولانتر فليكشن. والموفمنت بتاعه الفرونتال بلان اللي هي مين؟ الانفيرجن والانفيرجن. الانفيرجن والانفيرجن. طب الموفمنت بتاعه الترانسفيرس او الهورزونتال بلان كانت ايه؟ الابدكشن والابدكشن لو انتم فاكرين. بس كنا بنقول مينيمال ديجري بيحصل يعني 1-2 ديجري، وقلنا دايما الابدكشن والابدكشن بيبقى مع اللي هو حركه الانكل ومع حركه السبتيلر. مش احنا لما اتكلمنا وقلنا السوبينيتد فوت قلنا بتتكون من ثلاث حاجات عندنا ايه؟ لانتر فليكشن انفيرجن وادكشن.
يبقى الادكشن دايما يحصل مع الايه؟ مع السوبينيتد فود ومع الانفيرجن ومع البلانتر فليكشن. وقلنا البرونيتد فود اللي هي الفلات فود كان بيحصل فيها ايه؟ دورس فليكشن واي فيرجن وايه؟ وادكشن. يبقى دي حركه تبقى مع الحركتين التانيين، تمام؟ يبقى احنا بالطبيعي لما نلاقي ان الفود تاني، عشان بص ما نتلخبطش، احنا كله بنربط كده الحاجات اللي احنا خدناها، ما احنا لما جيت قلنا ايه؟ اخر حاجه بعد الريجنال كله عشان نربط كل الحاجات ببعضها. تمام؟ لما نيجي نلاقي ان الفود زي ما قلنا بيبقى فيه ادكشن، وقلنا فيه اكسترنال روتيشن بيبقى معاها اي فيرجن، ولما يبقى فيه اي فيرجن يبقى مع مين؟ مع الدورس فليكشن، مع البلانتر فود، مع الادكشن، مع البرونيتد فود. تمام؟ يبقى كلها كده ورا بعضها. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى البرونيتد فود معاها ادكشن بره، البرونيتد فود معاها ادكشن، والسوبرينيتد معاها ادكشن. تمام؟ يبقى ده يا جماعه باختصار اللي هو الايه؟ الكلمات. يبقى احنا لما نيجي نبص هنا على الهوريزونتال بلاد هنلاقي ان في الاول بيحصل انترنال روتيشن في البلفيس، انترنال روتيشن في الفيمر، وانترنال روتيشن في التيبيا، والسب تيلر بيبقى في عندي ايه؟ ايفيرتنج اللي هي ايفيرجن، واصلا المفروض ان احنا جايين من دورس فليكشن، مش دورس فليكشن يعني بلانتر فليكشن او نيوترال بوزيشن، ورايح ناحيه الايه؟ البلانتر. فهنا لما بقيت بلانتر المفروض حصل ايه؟ البلانتر حصل معاه ايه؟ انفيرجن. البلانتر بيحصل معاه انفيرجن، تمام؟ وهنا بعد كده بيحصل اكسترنال روتيشن فيمر بلبس وفيمر وتيبيا، تمام؟ وبيحصل بعد كده ايه تاني؟ نرجع انترنال روتيشن. يبقى الاول كنا انترنال روتيشن في كله، وبعد كده رجعنا ايه؟ اكسترنال روتيشن، بعد كده رحنا ايه؟ انترنال روتيشن، بيبقى مرتبط زي ما قلنا مع الادكشن. تمام؟ ده باختصار محاضره النهارده. حد ليه اي سؤال في المحاضره؟